مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته لنا مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة والذي نناقش فيه أبرز القضايا والموضوعات على الساحة في تعز نطرحها على المسؤولين والمختصين لنستمع إلى إيضاحات وإجابات حولها نجول تعز لنتعرف على صناعتها التقليدية وأبرز الحرف اليدوية كما سنتوقف وإياكم على معارضة تمثل إسهامات وطموحات طلاب الجامعة في المجال العلمي فأهلا بكم تشاهدون في هذه الحلقة أكاديميون وتربويون بتعز يبحثون في أسباب تراجع مستوى التعليم وإجماع على ضرورة إسهام الحكومة والسلطة المحلية في وضع الحلول والمعالجات حياكة المعاوز بتعز الاحتراف في عمل نسج الخيوط على آلة تقليدية الابتسامة الدائمة رسالة طلاب الجند في المعرض الفني الأول لطب الفم والأسنان أهلا بكم من جديد في المستهل نبقى مع رصد موجز لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع أقامت جمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم بتعز الحفل التكريمي السنوي لعدد 300 حافظ وحافظة وشهد الحفل الذي كرم فيه الحفاظ من مختلف المراكز والحلقات التابعة للجمعية شهد حضورا لافتا من مشايخ العلم والدعاة ومسؤولين في السلطة المحلية واشتمل حفل التكريم على عدد من الفقرات التي نالت استحسان الحضور تسلمت 100 متدربة من معيلات الأسر في تعز معدات وأدوات تمكين في مجال الأشغال اليدوية ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي التي دشنته الأربعاء جمعية بناء الخيرية الشريك المحلي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاهدينا ظلت تعز على مدى سنوات تفاخر بمستوى التعليم الجيد في مؤسساتها التعليمية سواء الجامعي أو العام غير أنه مع تواصل الحرب على المحافظة وامتداد آثارها الكارثية إلى قطاع التعليم بدأت أجراس الخطر تقرع للتحذير من تراجع مستوى التعليم ولعل ذلك ما دفع بجهود للبحث في واقع التعليم بتعز ووضع مقترحات للحلول والمعالجات كيف هو حال واقع التعليم في تعز؟ الجواب أن صورتين يمكن من خلالهما النظر إلى واقع حال العملية التعليمية في كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد الطلاب حيث ترسم الصورة الأولى واقعاً وردياً يعطي انطباعاً جيداً عن التعليم لا سيما عند النظر إلى هذا القطاع ومقارنته اليوم بما كان عليه في الأيام الأولى للحرب على تعز أما الصورة الثانية فتبدو قاتمة في ظل تحذيرات يطلقها تربويون من تراجع التعليم في مختلف مراحله وإن كان السبب في ذلك تأثيرات الحرب المستمرة على المحافظة لدينا إشكالات أكاديمية في الجامعات ولدينا إشكالات تعليمية في التعليم الأساسي تتمثل هذه الإشكالات بعدم عودة الحياة الأكاديمية والدراسية لطبيعتها إلى ما قبل الحرب نظراً للإطباق الكبير الذي حصل على هذه المدينة ولأن تعز تحتل المرتبة الأولى في جودة التعليم على مستوى المحافظات اليمنية فقد تداعى نخبة من الأكاديميين والتربويين وباحثين إلى ندوة علمية نظمتها جامعة الحكمة بالتنسيق مع مكتب التربية بتعز للبحث في إشكاليات التعليم والخروج برؤى وتصورات تضمن حلولاً ومعالجات تسهم في تحسين وتجويد التعليم
تتضمن هذه الندوة بعداً استراتيجياً في تشخيص المشكلات التي تعاني منها محافظة تعز في النظام التعليمي، سواء كان على مستوى البنية الفكرية أهدافاً وسياسات وبرامج، أم على مستوى البنية التحتية من مباني من تجهيزات ومن رواتب أيضاً، أو على مستوى الموارد البشرية من معلمين ومن طلاب والمجالس المحلية والقطاع الخاص. الجهات المسؤولة عن التعليم في تعز تأخذ هذه التحذيرات من تراجع مستوى التعليم بغض النظر عن المسببات بعين الاعتبار، وترى في النقاشات فرصة للوصول إلى المعالجات المطلوبة. قيام مثل هذه الندوات لا شك بأنه سيكون له الأثر الكبير على رفع مستوى أبنائنا الطلاب، وذلك بشحذ همم التربويين، وأيضاً لفت نظر السلطة سواء المحلية أو السلطة العليا للاهتمام بهذه العملية. يعتبر التسرب المدرسي وعدم انتظام رواتب المعلمين وتضرر المنشآت التعليمية بفعل الحرب من القضايا التي تؤثر على سير العملية التعليمية في تعز. ولتسليط الضوء على واقع التعليم في تعز والوقوف على آراء المختصين من الأكاديميين لمعالجة الإشكالات القائمة في هذا القطاع المهم، يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد الكريم حسان، أستاذ الأصول والإدارة التربوية بجامعة تعز. أهلا بك دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، ونشكر لكم اهتمامكم بالقضية أو المسألة التربوية على العموم، وأيضا الاهتمام بها في مدينة تعز وفي محافظة تعز. شكرا جزيلا على. هل هناك فعلا تدني في مستوى التعليم في تعز، وهل الحرب على المحافظة هي السبب الرئيسي وراء هذا التدهور؟ للحرب آثارها، هذا مما لا شك فيه. ليس على مستوى تعز فحسب أو مدينة تعز، على مستوى اليمن ككل. لكن قضية التدني أو ما يتعلق دائما بالجودة، الجودة والتدني والجودة والرداءة، هذه قيم. فمثلا قيمة الجودة كقيمة، والقيمة هي المثال أعلى يتطلع إليه الإنسان بكليته كمعنى مثالي، ويجتهد للعمل وفقا له. سنجد دائما أننا في حالة من السباق والتخطي مع واقع نريد أن يكون هو الأفضل والأجود. القيمة بذاتها جودة. لم يكن في يوم من الأيام قد قيل أن التعليم على ما يرام، ليس في اليمن فحسب بل في الوطن العربي بل في العالم كله. قال المسألة التربوية دائما هي مسألة في حالة اكتمال، في حالة اكتمال من خلال النقص، ناقصة تريد أن تكتمل. ولكن إذا أتينا لتقييم العملية التعليمية خصوصاً بعد خلال فترة الحرب الآن، كيف تنظر إليها أنت؟ أنظر لها من أن الواقع الذي كان قبل الحرب لم يكن مرضياً بالقدر الكافي. يعني لو سمعت ندوة في ذلك الزمان ستجد أن الكل كان يشكو من وضع التعليم وتدهوره. لكن حصل للحرب أضرارها. في ما بعد الحرب سيكون حصل بعض التدهور، وليس الرداءة، ليس بالضرورة الرداءة، تدهور. تدهور مدرسة أغلقت، مدرسة هدمت، مدرسة كسرت، لكن بقية محتوى العملية التربوية ربما بقى كما هو. مقرراتنا لم تتغير، أساتذتنا هم الأساتذة، طلبتنا وروحهم الوثابة إلى التعلم باقية على ما هي عليه. نعم، هذا التدهور أشار إليه كثير من المتحدثين في الندوة العلمية عن التعليم. ما المعالجات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون تدهور العملية التعليمية والارتقاء بها؟
الورقة التي قدمتها كانت في تساوق استراتيجي بين الحاجة التنموية والحاجة والقيمة التربوية، كانت شاملة، وربما اعتبرها كثير أو من يقرأها يعتبر على أنها في مجال التنظير، وقضايا التنظير بالغة الأهمية. فمثلا نموذج الإنسان الذي نريده، هذا النموذج إذا استقر في الأذهان وعمل الناس عليه جميعاً، عمل عليه الطلبة وعمل عليه الآباء وعمل عليه المعلمون وعمل عليه القائمون على العملية التعليمية، سنكون من هنا بدأنا نتحرك، حتى لو لم تكن الإمكانات موجودة، لأن قضية الإمكانات هذه أحياناً هناك أمور يستطيع الناس أن يعملون فيها الشيء الكثير بدون الحاجة إلى كل الإمكانات التي على ذكر الإمكانات، كان ولا يزال يحسب لتعز الصدارة في التعليم على مستوى الجمهورية. إذا كانت الحرب فعلاً قد أثرت على مستوى التعليم في تعز، اليوم في ظل الشرعية وبعد التحرير، ما الواجب على الحكومة والسلطة المحلية ضمان تعليم جيد في تعز؟ ما كان مطلوب من الحكومات السابقة وما هو مطلوب، صحيح سيتضاعف المطلوب، لكن أنا في وجهة نظري أن الأمور لم تكن أيضا في قبل الحرب إنها كانت يعني الحياة التعليمية كانت وردية وكل شيء كان جيد، لكن الآن صحيح نحن في تدور أكثر، نحن بحاجة إلى ما كنا بحاجة إليه من قبل وبحاجة إلى أكثر مما كان. لكن الأمر المهم مثلا في تعز الأمر الأهم أن هذه المدينة، هذه المنطقة، هذه منطقة تتعلم بقوة، تتعلم لأنها تريد أن تتعلم. هناك إصرار، تلاحظ هناك إصرار على التعلم رغم الوضع. نعم، لا يستطيع المرء أن ينظر لتعز ولما هو فيها من الناحية التربوية إلا أن هؤلاء الناس وهذه المنطقة ستتعلم. كنا نلاحظ الناس أو الأطفال والفتيان والفتيات يذهبون في أزقة الحارات إلى المناطق التي كانت كبؤر للتعليم ويتعلمون على الدمار، يتعلمون قعقعة الرصاص وأزيز المدافع موجود، كان موجود. أيضا لاحظنا أنه بعد أن فتحت الجامعة رأينا طلبتنا وجاء الطلبة وجاء المعلمون بإمكانات كيفما كانت، لكن الكل كان متواصل مع التعليم، بل رأينا من هو جريح ومن هو معاق وفي قاعة الدراسة ويدرس. نعم. دكتور عبد الكريم، الدور المنوط بمؤسسات التعليم كجامعة تعز مثلا، ما الذي يمكن أن تقوم به في مجال تجويد التعليم في تعز مثل هذه المؤسسات التعليمية؟ بالنسبة لجامعة تعز، وأستطيع أن أقول أن الجامعة بحد ذاتها هي المظلة العامة للتعليم، وتستطيع أنا في الورقة التي قدمتها في الندوة إنه كانت العلاقة بين ما قبل التعليم الجامعي والتعليم الجامعي علاقة لابد أن تكون وثيقة وتكون للجامعة صلتها المباشرة ببقية مستويات ما قبل التعليم الجامعي. والتعليم ما قبل الجامعي ينبغي أن ينظر نظرة جادة إلى الجامعة ويستفيد منها ومن خبراتها. وبهذا نستطيع أن نقول أن الجامعة بمجرد أن فتحت أبوابها وعاد التعليم إليها انتعشت أو تحركت أوصال الحياة في العملية التعليمية في كل مكان. استطاع الطلبة في الجامعة والمدرسون أن بخروجهم إلى الجامعة وعودتهم من الجامعة حركوا الحياة في المدينة كلها، وعاد الناس من الأرياف وعملوا. فالجامعة عليها هنا عليها واجب ينبغي أن تقوم به، وأيضا ينبغي أن يذهب
من يريدون التعليم ومن يقدرون التعليم إلى الجامعة، وسيجد أحيانا الجامعة لا تعرف لا 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 ليس لديها قنوات، هو دور متبادل أو هو مسألة واجبات تقوم بها الجامعة أو ربما الحقوق الطالب بالنهاية يرغب بأن يلاقي هذه الحقوق، وهذا الدور منوط أيضا بجامعة تعز. العملية التعليمية برمتها عملية متكاملة ما بين الطالب والكادر التعليمي. إذن شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الكريم حسان، أستاذ الأصول والإدارة التربوية بجامعة تعز. شكرا جزيلا، حياكم الله. مرحبا بكم من جديد. لا تزال مهنة حياكة المنسوجات والملبوسات التقليدية في تعز مهنة حية تقاوم كل جديد من الملبوسات العصرية وتتفوق عليها، وتعد حياكة المعاوز بالطريقة اليدوية في معامل الإنتاج بتعز إحدى صور إبداع العقل اليمني في مجال صناعة وحياكة احتياجاته من الملبوسات، وهي المهنة التي يحافظ عليها الباط حتى يومنا هذا. نتابع. كالعازف على آلة موسيقية، يستغرق هذا العامل على وقع الصوت في التعامل مع هذه الآلة التي تحوي خيوطاً متعددة الأشكال والألوان. وحده الاحتراف في هذه المهنة من يمكن التعامل مع آلة الحياكة التقليدية الخاصة بصناعة المعوز، وهو من اللباس التقليدي بالنسبة للإنسان اليمني. في تعز تنتشر العديد من معامل حياكة وصناعة هذا النوع من اللباس التقليدي، وهو عبارة عن قطعة تلفق من شقين ويلبسها الرجل عن طريق لفها على النصف الأسفل من الجسد. ما يميز هذا النوع من اللباس التقليدي أن صناعته تتم بالطريقة اليدوية وتنسج بالكامل من الخيوط، ولا تتدخل الآلة الحديثة في شغل أي جزء من أجزائه. العمل في صناعة المعاوز هو أقرب للعمل في خطوط إنتاج المصانع وإن كان بشكل مصغر، لذا فإن العمل في إنتاج معوز واحد يتطلب المرور بأكثر من خطوة. تبدأ العملية هنا مع توفير الخيوط المناسبة بمختلف الألوان، ومن ثم لفها بآلة خاصة تعرف باسم المشرعة، والانتقال إلى الخطوة التالية التي يأتي فيها دور المقصب. أول شيء الخيط، نوفر الخيط العامل. عندما نوفر الخيط نحاول أن نلفه في المشرعة، ثم من المشرعة نلفه بكم من يعني خيط كثير أنواع، نلونه زي ما نشتي نحن. بعد ما نلونه نعطيه للعامل يعني وثق، هذا ما يسمونه يوثقه هنا في الموقع. تلي ذلك خطوات عملية النسج الفعلي للحصول على المعوز، وذلك عن طريق آلة الحياكة المصنوعة من الأخشاب في أغلبها، وعليها حبال تشد عليها خيوط إضافة إلى موازين هي عبارة عن المساطر التي هي بمثابة معيار يتحكم بتحديد عرض النسيج، ويضمن أيضاً وزن الخيط وبقائه في مساره الصحيح، كما أن للآلة العديد من المكونات التي يتعرف عليها العاملون في هذه الحرفة. سمي المصنع هنا يعني تكون فيه موقح يعني وهات وكير وزناجر ومغلب وعلى مكر وعلى مساطر، يعني تكون مصنع مكتمل. لا ينتج المعمل صنفاً واحداً من اللباس المعروف بالمعوز، وإنما الكثير والكثير، وتبعاً لذلك تتعدد المسميات في هذا النوع من اللباس التقليدي في ظل وجود تشكيلات وحبكات، والتي من خلالها يتم تحديد نوعية اللباس، إذ يرتبط بعضها بأسماء مناطق يمنية مشهورة مثل المعوز اللحجي
والبيضاني والحضرمي، أو تلك التي تعرف بفضل التشكيل كالمعوز السلاطيني والملكي والتراجيع. اللحقيق، الحضرمي، بيضاني، السلاطيني، خمسة مزجات أنواع. معانا لحقيق ومعانا مزجات وبيضاني وجالكسي وسلاطيني وملكي، عندنا أنواع المعاوز. تلعب النقاشات والحبكات التي يتعارف عليها العاملون بمسمى المزجات، التي يشكلها نسج المعوز بالطريقة التقليدية، دوراً مهماً في تحديد ثمن القطعة من هذا اللباس التقليدي، إذ قد يصل سعر بعض الأنواع من هذه المعاوز للقطعة الواحدة إلى 45,000 ريال. معك التراجيع هذا شيء غالي، المزجات 9 مزجات 11 مزج غالي سعرهم، أما اللحقي لا، هذا خفيف لأنه يأخذ خيط خفيف، وفي نفس الوقت العامل يقدر ينزل باليوم معوزين، أما الحاجة الثقيل ممكن يجلس العامل في المعوز 2-3 أيام. يباع على قد سعره، زي ما 12 مزج ممكن إيجاره أقول لك 25-30 ألف إيجار العامل فقط، بيع ممكن تبيع ب45-50. يتطلب العمل في إنتاج المعاوز مهارة وخبرة، لذا فإن مهنة صناعة هذا النوع من اللباس التقليدي لا يتقنها سوى البعض، إما بتوارث حرفة الحياكة أو بتعلمها عبر مراحل. هذه من أبائنا وأجدادنا من زمان، عندنا أنا تعلمت أنا في سن 10 سنوات، يعني مهنة دي قديم، يعني يعتبر من التراث، هذه من الصناعة اليدوية، الصناعة اليمنية هذه. يتفاخر اليمني في تعز وعموم اليمن بهذا اللباس التقليدي الذي يعد سمة تميز اليمنية عن غيره، ويلبس المعوز في الأيام العادية وفي المناسبات، سواء كانت مناسبات خاصة أو عامة. يعتبر كثير من الطلاب المعارض العلمية بمثابة فرص تمكنهم من عرض مواهبهم وإبداعاتهم التي تلبي طموحاتهم واختبار لكفاءتهم العلمية والعملية. في الفقرة التالية نسلط الضوء على المعرض الفني الأول لطب الأسنان الذي احتضنته إحدى الجامعات الأهلية في تعز واجتذب الكثير. عندما تبدع العقول تثمر الجهود، والجهود هنا هي المتمثلة في المعرض الفني الأول لطب الفم والأسنان الذي نظمه طلاب المستويين الأول والثاني بكلية الطب في جامعة الجند، واحتوى على 150 قطعة من المجسمات والرسومات والأشكال التشريحية والمنحوتات. نحتنا دماغن ونحتنا أسنان عليها البكتيريا وعليها النقوشات، عليها أثر التسوس، وصقلنا مهارات الطلبة، وكنا نقوم بها ليلا ونهارا لكي نقيم المعرض الفني بهذا المستوى. أحدى من رسوماتي هذه اللي على شكل جيتار فيها أسنان، طبعاً هذه الرسمة توحي إلى، طبعاً إنه الفرشاة هذه لما تعزف على أسنان تطلع لحناً جميل، يعني لما تفرش الواحد أسنانه اللوحة تعبر عن هذا، إنه الواحد لما يفرش أسنانه تطلع لوحة جميلة. أكثر من 100 طالب وطالبة شاركوا في هذه الأعمال الإبداعية التي اجتذبت الزوار، وعكست قدرة ورغبة الطالب في طب الأسنان بالارتقاء بالذات وخدمة المجتمع، سواء في تقديم خدمات العلاج مستقبلاً أو من خلال توعيته منذ الآن بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان. حبينا أن احنا نطرح فكرة للجميع، للمجتمع كامل، ان احنا نقدر نبني مستقبل، يعني بعزيمتنا باصرارنا نقدر نوصل الى الاعلى ان شاء الله،
كي نكون نظهر أجمل ابتسامة على أفراد المجتمع. طلاب طب الأسنان يرون في هذا المعرض فرصة لتفريغ الطاقات وعرض المواهب والإبداعات، وهو الرأي الذي تشاطرهم فيه عمادة الكلية التي تعتبر المعرض أيضاً أولى الاختبارات للطلاب في طريقة العمل الجماعي التكاملي، باعتباره من أسس صناعة كادر طبيب الأسنان الإنسان الذي يعي مسؤوليته في مهنته وتجاه مجتمعه. كان هدفنا من هذا المعرض هو عملية البناء التكاملي، عملية إنشاء روح الفريق الواحد. لما يعمل جروب 20 30 40 طالب، هذا مثل هذه العمليات ايضا تبني شخصية مجتمع، ايضا صقل المواهب، استخلاص الافكار الإبداعية لدى هؤلاء النشأ. ويكتسب المعرض الفني الأول لطب الفم والأسنان بجامعة الجند أهميته من كونه أتاح للطلاب العمل ضمن الجهود الفردية والجماعية، وقدم رسالة مجتمعية هي في كيفية الحفاظ على ابتسامة دائمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، حتى الملتقى في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الله وحفظه. أعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا. أعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا. Oh,